إخوان، صباح الخير. هذا يوم الجمعة، يوم جميل وعظيم من أيام الله. بداية نصلي ونسلم على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير صاحب الخلق العظيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير صاحب الخلق العظيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير صاحب الخلق العظيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اليوم موضوعنا يا إخوان سنتطرق فيه إلى ثلاثة خصال حميدة وفي المقابل خصال عكسها خصال دميمة يجب على الإنسان أن يتجنبها لكي يكون محمود الخصال ومحبوبا لدى العامة والخاصة. هذه الخصال يا إخوان الحميدة تتمثل في الوفاء، والوفاء من أنبر الخصال وأجلها، وعكسها الغدر ونكوت العهد. والخصلة الثانية أو الفضيلة الثانية هي فضيلة الكرم التي كانت ولا زالت من أسمى ما يجب أن يتحلى به المرء ويتصف به، وعكسها البخل والشح. الخصلة الثالثة هي تعد من أجل وأرفعها من هذه الخصال، ألا وهي القناعة، وعكسها وأشنعها على إطلاق هي خصلة الطمع. إذن نبدأ خصلتنا الأولى والتي عنوناها بالوفاء. حقا إن الوفاء بالوعد من أفضل شمائل العبد وأوضح دلائل المجد وأقوى دواعي الإخلاص والود، وحق الأفعال بالشكر والحمد، وهو أصل المودة والصفاء وثمرة المحبة والإخاء. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال بعض الحكماء: من لقي الله بلسان صادق وعامل الناس بحسن الأخلاق وألزم نفسه عن رعاية العهود والمواثيق فقد أرضى المخلوق والخالق وأدرك الفضل في كل سابق. وما أصعب نكت العهود وأقبح تضييع الحدود وأكبر عصيان الخالق المعبود. قال تعالى: فمن نكت فإنما ينكت على نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال الشاعر: فإن جمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. لا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قصد إذا لم يكن فاعل. وقيل:
وعدك الوعيد بمطل شديد يشيب الوليد. صحائب الصيف أثبت من قوله، والخطر في صفحة ما أقوى من عهده، ومواعيد عن النوب أقرب إلى الإنجاز من وعده. قال الشاعر: إذا قيل في الناس خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل، ووفاء وفاء. وإن قيل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. وقال بعض الحكماء: من نكت عهده ومنع رفده وأظهر حقده فلا خير عنده. وبالجملة أجمعت الأمم واتفقت الشرائع على أنه لا نكت لعهد بعد إبراميه، ولا نقض لعهد بعد أحكامه. خصلة الثانية الإخوان التي سوف نتحدث عليها، وهي تعد من المكرمات ومن الأشياء التي ترتاح إليها النفوس، ألا وهي خصلة أو صفة الكرم. إن الكرم اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل، ولفظ جامع لمعاني السماعة والبدل. فالجود فعل محمود وعز موجود، ومن جاد فقد ساد. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: السخاء شجرة من شجرة الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخلته الجنة، ألا وإن السخاء من الإيمان، والإيمان في الجنة، بخلاف البخل فإنه أدنى خلة وأودى علة. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شرا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل، دعاء مشهور يجب على الإنسان أن يردده في كل وقت وحين. وقال الشاعر: وآمرة بالبخل فقلت لها أقصري، فليس إلى ما تأمرين سبيله. أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخلا له في العالمين خليله. وقال بعض الحكماء: تواب الجود ثلاث، خلف ومحبة ومكافأة، وتواب البخل مثلها تلف ومدمة وحرمان. وقال آخر: لو كان شيء يشبه الربوبية لقلت الجود. وقال عليه الصلاة والسلام: البخل جامع لمساوي القلوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وقصر القول: إن الجود وصف حميد لا يدرك شأنه، وكمله لا يبلغ المديع غاية حسنه وجماله. لنعم الجود سائر كل عيب، وبئس البخل كشاف العيوب. الخصلة الرابعة الثالثة إخواني، وهي القناعة. القناعة من أوثق أركان العبادة وأقوى أصول الديانة المؤدية إلى السعادة، وهي ذخيرة لا تبلى مدى الأيام، وكنز لا يفني مر الدهور والأعوام، بل هي جنة عالية قطفها دانية. فمن طلب العز طلبه بالطاعة، ومن طلب الغنى طلبه بالقناعة. قال عليه الصلاة والسلام: القناعة شرف المؤمن في الدنيا ومنزلته في الآخرة. وقال بعض الحكماء: من قنع بماله سرع أو أراه. وقال الشاعر: أفادتني القناعة كل عز، والعز أعز من القناعة. والطمع رق مؤيبد، ووتاق ذل موطد. ومن يكون هذا شعاره يكون الجشع دتاره. قال عليه الصلاة والسلام: خيار المؤمن القانع، وشرارهم الطامع. وقال الشاعر: طمع الفتى ذل، وعزة نفسه عز، وكم شره يجر إلى الشرك. وقصر القول: إن القناعة رأس الصلاح ورأس الفلاح، ومصدر الفوز والنجاح. والطمع من أقبح الخلائق وأدم العلائق، يدل على الأخلاق البهيمية والغرائز الرديئة الدنية. لا يزال صاحبه أبدا مدموما بأقبح صفات موسوما. قد تملك الجشع طباعه، فلا تعرض له القناعة، ولو كانت الدنيا بأسرها مناعة. بل شأنه أكل الدنيا خضما وقضما، ولو استطاع ما استوجب فيها أحد سهما. قال الشاعر: أقنع بأيسر رزق أنت نائله، اقنع بأيسر رزق أنت نائله، واصبر
ولا تتعرض للإرادات، فما صفى بحر إلا وهو منتقص، ولا تعكر إلا في الزيادات. أيضا هذه الخصال يا إخوان يجب علينا أن نتمسك بها، وهي خصال محمودة، عكسها فهي من القبائح صفات وأردلها وأمقتها لدى بشر وفي النفوس. وختام، هناك مقولة شهيرة تعلمناها في مدارسنا، وهي خصلة مدمة، عفوا مدمة أبشاء أحد العرب القدماء، وكان يلقب بطماع، وهو تقول المقولة أشعب الطماع، كان طماعا في حياته، فضرب به المثل. وإلى موضوع آخر بحول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا.